بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، إن شاء الله النهاردة هنكمل مع بعض الدرس الثالث من الوحدة الأولى. وقبل ما نبدأ الشرح طبعا ما ننساش الاشتراك في القناة ودعمها بلايك وشير لكل أحبابنا علشان يصلكم بإذن الله كل جديد. عندنا الدرس الثالث بعنوان بروبوزي، يعني يقترح، اكسبتي يقبل، او ريفيوزي او يرفض، ديز اكتيفيتي انشطه. ماشي، يعني اقتراح، قبول، رفض الانشطه. عندنا في صوره طبعا دي لرياضي بيمارس رياضه تسلق الجبال. هنتعلم في الدرس ده اسماء الرياضات الخطيره والتقليديه اللي هي لينوم دي سبورت اكستريم، اي دي سبورت كلاسيك، طلب الرد الراي والرد عليه، اديماندي اي اكسبريمي لوبينيون، اقتراح انشطه ما والرد عليها بالقبول والرفض، الرد على سؤال باستخدام نعم او لا او بلا، التعبير عن الالزام. هنبدا دلوقتي بالفوكابيلير نوم ماسكولان، الاسماء المذكره. هنقول كل كلمه انطقها مرتين، وعايزكم تنطقوا ورايا وخلي بالكم معايا. هنبدأ بالأسماء المذكرة، والأسماء المذكرة دائما بتبدأ بأداة النكرة آن. أنيسبور كلاسيك، رياضة تقليدية. أنيسبور كلاسيك، أنيسبور إكستريم، إكستريم، أنيسبور إكستريم. أفي، أفي، كونكور، كونكور، نيفو، نيفو اللي هو المستوى. كلاس مو، كلاس مو اللي هو التصنيف أو الترتيب. سلوغا، سلوغان، سلوغان شعار. جيلي دو سوفيتاج، جيلي دو سوفيتاج، سترة النجاة. كور دو، كور دو يعني مجرى مائي. ان تيتر، تيتر يعني لقب او عنوان. ان جونر، جونر يعني نوع او نمط. بارابلويي، بارابلويي شمسية. ريسك، ريسك مخاطرة. ميساج، ميساج رسالة. رابيد، رابيد منحدرات. اكستريت، اكستريت مقتطفات. ديزي فور، ديزي فور مجهودات. نوم في منان الاسماء المؤنثه، ان ادرينالين، ادرينالين. افنتير، افنتير اللي هي المغامره اللي هي بالانجليزي اللي هي ادفنتشر يعني. فول، فول اللي هو الجمهور او الحشد. ان سورتي، سورتي يعني نزهه او خروجه. موديراتريس، موديراتريس مديره الجروب. لي نوت، نوت درجات. لي تكنيك، تكنيك التقنيات الامور الفنيه. ان اوبينيون، اوبينيون. ايميسون، ايميسيون، ايميسيون لو برنامج. كومبيتيسيون، كومبيتيسيون منافسه ومسابقه. سونساسيون، سونساسيون. اوتوريزاسيون، اوتوريزاسيون اذن او تصريح. بروبوزيسيون، بروبوزيسيون اقتراح. لا مواتيي، مواتيي بيعربني كلمة أدرينالين هو هرمون تفرزه الغدة الكظرية لمواجهة زيادة معدل ضربات القلب عند مواجهة المواقف الخطرة. لي فيرب الأفعال، فيرب بروبوزي يقترح، كسبتي يقبل، ريبيوزي يرفض، سينيي يتضايق أو يمل يعني. شانجي، شانجي نسيتش بتنطقشين، شانجي يغير أو يبدل. سيرفيي، سيرفيي يراقب. إسكالادي، إسكالادي يتسلق. انفونتي، انفونتي يخترع او يبتكر. رونتري، رونتري يرجع ويعود. ايفيتي، ايفيتي يتجنب. اوبليجي يجبر على. هنا اكومباني، اكومباني يصطحب. امبرونتي، امبرونتي يستعير كتاب او غيره. موتيفي، موتيفي يحفز. بوجي، بوجي يتحرك. كلاسي، كلاسي يصنف. ايغالي، ايغالي ديكوفرير، ديكوفرير يكتشف. بيرمتر يسمح. بيرمتر ديفوار و سو ريلاكسي، سو ريلاكسي يسترخي. صفات ظروف حروف جر تعبيرات. اكسترا اوردينير، اكسترا اوردينير يعني غير عادي غير طبيعي. اوتيل، اوتيل مفيد. موتيفان، موتيفان محمس او متحمس او متحفز يعني. سبيسياليزي، سبيسياليزي. فيولون، فيولونت، فيولونت يعني عنيف. دانجيرو، دانجيرو مؤنثة طبعا دانجيريز. فو، فول مجنون. هنا مواتي مور، مواتي مور يعني تري فاتيجي تعبان جدا. ترو، ترو اكثر من اللازم. الافوا، الافوا.
أن بي دو قليل من أفان دو قبل أن ميم يعني نفس أو ذات بيان سور يعني بالتأكيد أن فور أم أون ليني منتدى على النت دي طبعا بيجي لنا في امتحانات كتير جدا لي كورب سين يعني الجسم السليم لسبري سين العقل السليم أم بوان دو فيو وجهة النظر سا نو بيرمي دو سا نو بيرمي دو ذلك يسمح لنا أن أفوار لا غريب مصاب بالإنفلونزا أفوار إنفي دو أفوار إنفي دو لديه رغبة إتر أوبليجي مضطر دو إتر باسيوني دو إتر باسيوني دو إتر فان دو إتر فان دو إتر بور إتر كونتر يعني مع أو ضد مهمين جدا الكلمات دي نافيجي سور انترنت تتصفح الانترنت بعد كده الاسبورت اكستريم الاسبورت كلاسيك الرياضات الخطيرة والرياضات التقليدية هنبدأ دلوقتي بالرياضات الخطيرة ولها اسمين الاسبورت اكستريم ودانجيري الاسبورت دانجيري الرياضات الخطيرة الرياضات الخطيرة دي بيعرفها لي تتطلب روح المغامرة وقد يتعرض الشخص الذي يمارس هذه الرياضة إلى إصابات خطيرة وغالبا ما تكون رياضات فردية يعني بيلعبها واحد أو اتنين زي لو رافتينج ركوب الزوارق المطاطية لو كانيونينج عبور الوديان أو الشلالات لافورميل آن سباق السيارات لو باراشوتيزم القفز بالمظلة باراشوت يعني لو في تي تي اختصار فيلو توتيران فيلو توتيران يعني ركوب الدراجات في الأماكن الوعرة ليسكالاد تسلق الجبل لو دلتا بلان يعني طيران الشراعي لابوكس الملاكمة دي كلها طبعا أنواع للرياضات الخطيرة نيجي على الاسبورت كلاسيك الرياضات التقليدية هي الرياضات التقليدية ممارستها لا تشكل خطورة على الشخص اللي بيمارسها يعني رياضات خفيفة كده وما فيهاش خطر خالص زي لا ناتاسيون السباحة لو تينيس لو بينج بونج لو هاند بول اللي هو كرة اليد لو فولي بول كرة الطائرة لو بادمينتون تنس ريشة لو جولف رياضة الجولف لو يوجا في طبعا رياضات كمان كلاسيكية غير دي وهنتكلم عليها برضه هنا بقى بقول لك كلاسي يعني صنف شاكسبور كل رياضة سيلون سونتيب حسب نوعها يعني ايه حسب نوعها مديني هنا نوعين اتنين رياضات عادية خفيفة يعني اما رياضيات ايه خطيرة فبنشوف الايه الرياضة ونصنفها نحطها هنا عندنا اول حاجة لو بينج بونج طبعا ده رياضة كلاسيك يبقى بينج بونج لافورميل ان سباق السيارات يبقى رياضات خطيرة لو دلتا بلان برضو نفس الكلام رياضة خطيرة لو جولف رياضة كلاسيك عادية يعني لو رافتينج ركوب الزوارق المطاطية لو تنس دي سبورت كلاسيك لو كانيونينج دي سبورت اكستريم لو بادمينتون تنس الريشة دي سبورت طبعا كلاسيك اخر حاجة في تي تي ركوب الدراجات في المنحدرات طبعا دي من الرياضات الخطيرة وانا كتبتهم لكم هنا على اليمين هنا في الجدول نيجي على رقم 2 دي ماندي يعني طلب اكسبريمي الرأي والتعبير عن الرأي يعني هنا دي مانديل اوبينيون طلب الرأي ما اجي اخد رأي واحد بستخدم حاجة من الستة دول اقول للواحد ايه كلي فوتر افي سور يعني ما رأي حضرتك فيه ممكن بدل فوتر اخد تون لو بتكلم مع شخص عادي يعني يبقى كلي فوتر افي او كلي تون افي سور دايما بيأتي بعدها سور خلي بالنا كلي فوتر اوبينيون سور يبقى انا عندي كلمة افي بتساوي اوبينيوم ولكن الفرق ما بينهم ان افي مذكر واوبينيوم مؤنث والاثنين واخدين تون طب ليه واخدين تون مع ان تون للمذكر لان اوبينيون هنا بدا بحرف ايه متحرك فاذا خدنا لها تون بتاع المذكر طيب طريقه ثالثه فو زيت بور او كونتر انت مع ولا ضد هذه الرياضه مثلا كي بون سي فو دو خلي بالنا فيرب بون سي بياخد دو يعني ماذا تعتقد فيه كيسكي فو زون بون سي هنا يبقى قبل فيرب بونسي باخد اون بعدها باخد دو كومون فو تروفي او كومون تي تروف برضو دي بياخد راي واحد طب التعبير عن الراي بقى امون افي في رايي امون اوبينيون برضو نفس الكلام في رايي بور موا بالنسبه لي سيلون موا وفقا لي برضو في رايي موا جي تروف كو اجد انا
أجد أن جي بونس كو أعتقد، جي فوا كو أنا شايف، جي سوي بور أنا معه، جي سوي كونتر أنا ضده. كل ده تعبير عن الرأي يا جماعة. مثال أو كي بونسي فو دو لا بوكس، يعني ماذا تعتقد في الملاكمة؟ إيه رأيك في الملاكمة؟ أمون أبي في رأيي لا بوكس سي فيولونت، إنها رياضة إيه عنيفة. شوازيسي لا بون ريبونس. رقم واحد، فو ديموندي ا فوتر امي، انت تسال صديقك سونافي عن رايه سور انيسبور في رياضه، كيسك فو ديت، ماذا تقول له؟ اقول له كومون تي تروف سي باسكيت، كيلي تون افي سور لي زاكتيفيتي مانويل، كيسك تي بونس دو لانترينير، ايه رايك في المدرب؟ كيلي تون اوبينيون سور لو بي تانك، هي دي، لأن الأولانية إيه رأيك في الكوتش ده؟ الثانية إيه رأيك في الأنشطة اليدوية؟ الثالثة إيه رأيك في المدرب؟ يبقى الأخيرة. اثنين، فو إكسبريمي، أنت تعبر بترافي عن رأيك سيو أنسبور كستريم في رياضة خطيرة، كيسك بوديت؟ هتقول إيه؟ جي سوي بور لا لوت، أنا مع المصارعة. جي سوي كونتر لا ناتاسيون، أنا ضد السباحة. جي دي تي ستيلي سبور كستريم، أنا بكره الرياضات اللي هي العنيفة. ليسبورغ ستريم سي ما باسيون، يعني هوايتك. يبقى انت هنا بتعبر عن رأيك سيغ ان اي سبورت اي اكستريم، فانت هتقول ممكن اقول جي سوي بور لا لويت، انا مع المصارعة، ممكن انا بكره الرياضات اللي هي العنيفة دي، انا ضد السباحة طبعا ما تنفعش. ليسبورغ ستريم سي ما باسيون، انها ايه؟ هوايتي. يبقى هناخد دي هنا بالنسبه للجمله دي، بقول ايه تاني؟ فو اكسبريمين، تعبر فوترا في سيغ ان سبور عن رياضه واحده، باخد جي سوي بور لا لوت اللي هي الاولى. طب ليه ما خدتش دي؟ لان ناتاسيون ماهيش رياضه عنيفه، وهنا انا بكره الرياضات، هنا جمع لي الرياضات، هنا السبورت كستريم الرياضات كلها هوايتي، طبعا هي الاجابه الاولى لانه عايز رياضه واحده. فوتر امي فو ديمان، زميلك بيسالك، فوتر اوبينيو عن رايك سيغ لو بادمنتون في تنس الريش، كيسك ال دي، كومون سو براتيك لو بادمنتون، كيف تمارس لو بادمنتون، لو بادمنتون سي كوا، كيسك الفو بور فير دو بادمنتون، تي بور او كونتا لو بادمنتون، طبعا هي الاخيره هي اللي صح. بودوني انا في، انت تعطي راي بوزيتيف ايجابي سيغ لو سكي عن التزلج على الجليد في الجبل، كيسك بوديت، بور موا سي تانيس بور بيولونت، بالنسبه لي دي رياضه عنيفه، سيلون موا سي تانيس بور انتريسانت، انها رياضه ايه؟ رياضه انتريسانت شيقه، جي سوي كونتر انا ضدها، جي بون سي كو لو سكي اي دانجيرو، يبقى انا هاخد على طول رقم بي. ليه؟ لان انا عايز رايي ايه يا جماعه؟ ايجابي، يعني انت حابب الكلام ده. بعد كده بروزي ديز اكتيفيتي، سواء اكسبتي او ريفيوزي، اقتراح الانشطه ما والرد عليها بالقبول او الايه او الرد. بروزي ان اكتيفيتي، اقتراح نشاط ما، الاقتراح القيام بنشاط ما، عشان تقترح اي نشاط يعني استخدم الطرق دي. اول حاجه سا تو دي دو، يا اما سا فو دي دو، يعني ما رايك او ما راي حضرتك، وبعدها المصدر. زي ايه؟ سا تو دي دي الي استاذ، ده يعني ايه رايك الذهاب للاستاد؟ ممكن اجيب الشيء اللي انا بقترحه بعد كده سا تو دي او سا فو دي. الاجابه هنا مثلا زي ايه؟ استاذ سا تو دي ايه رايك؟ ممكن استخدم صيغه الاستفهام تي فيان استاد افيك نو، طبعا ده انت بتقترح عليه، يعني هل تاتي الى الاستاد معنا؟ هنا صيغه الاستفهام بالنبي برضو تيني فيان با استاد افيك نو، وانت مش هتيجي الاستاد معنا. ممكن طريقه ثالثه صيغه الامر مع نون، زي اللون استاد لنذهب للاستاد، لاستخدام فيرب فولوار تي فو الي استاد، هل تريد الذهاب للاستاد؟ استخدام افوار انفيي دو، هل لديك رغبه؟ تي ا انفيي دو الي استاد، هل لديك رغبه للذهاب للاستاد؟ استخدم فيرب انفيتي زائد المصدر، جي تنفيت الي استاد، ادعوك للذهاب للاستاد. هنا جي تي بروبوزي او بروبوز دو الي استاد، اكثر عليك الذهاب للاستاد. اكسبتي ان بروبوزيسيون، ما تيجي تقبل الاقتراح استخدم اي حاجه من كل ده. اقول ايه؟ سيتين بون ايدي، انها فكره جميله.
وي جي فو بيان. نعم أريد ذلك. سي سوبر شيء رائع. سي سيمبا. وي نعم. سامي في بليزير ده حاجة تسعدني. داكور ماشي. أوكي برضو. بيان سور بالتأكيد. سي جينيال إذا عبقري بوركوا با لي لا. أفيك بليزير بكل سرور. فولونتير عن طيب خاطر. جي سوي بور سيت دي أنا مع هذه الفكرة. كل دي قبول لفكرة. طب رفض الفكرة بقى. رفض الاقتراح يا جماعة. استخدم برضو العمودين دول. أي واحدة منهم صح. نو. سانو ميدي ريان. ذلك لا يعني لي شيء. ديزولي آسف. جيني بوبا لا أستطيع. نو. جيني بوبا لا أريد. سي امبوسيبل إذا مستحيل. مال إريزمون لسوء الحظ. نو ميرسي لا شكرا. باداكور مش موافق. نو. جي بريفير بفضل حاجة تانية. باردون آسف. سيكيوزي موا جيني بوبا. آسف لا أستطيع. جي سوي كونتر سيت إيدي أنا ضد الفكرة دي. وفي طبعا حاجة اسمها بوف. جي سوي كونتر سيت إيدي أنا ضد هذه الإيه الفكرة. في عندي دلوقتي شوازي سي لا بون ريبونس. فو بروبوزي ا فوتر امي دي لي او سينما. تقترح على صديق الذهاب الى السينما. كيسك فو ديت. هتقول له ايه حضرتك؟ كوندي تي فا او سينما. متى تذهب للسينما؟ ساتودي دي لي او سينما. هي دي الاقتراح ده. اما بور لي او سينما تي ام لو سينما او لو تياتر. لا اتنين. فوتر امي بروبوز. صديقك بيقترح عليك دو براتيكي ان تمارس ان سبور اكستريم. اكستريم رياضه خطيره. مي فور بيوزي ولكنك بترفض. كيسك بوديت. هتقول نو سانو مي ديريان. هذا لا يهمني. يعني ده لا يعني لي شيء. اما بوركوا هذا قبول. جي سوي بور سيت ايدي. سامي في بليزير. كل ده قبول. لكن هو هنا عايز ايه يا جماعه؟ عايز الرفض. فو اكسبتي لا بروبوزيسيون دو فوتر امين. انت تقبل اقتراح صديق. كيسك بوديت. نو جيني فو با. با داكور مش موافق. وي جي فو بيان. هي دي لان ده القبول. اما ده مستحيل. لا فوتر امي فو دي فو بروبوز. صديقك بيقترح عليك ان اكتيفيتي نشاط. كيسكيل دي هو اللي بيقترح عليك. هيقول لك ايه مثلا؟ تي ام لو جودو او لو كارتي كاراتي. جيم ليز اكتيفيتي مانويل. ايه ها توا كيل اكتيفيتي بريفير تي. اي نشاط انت تفضله؟ قال لي استاذ سا تو دي. ايه رايك؟ يبقى هنا انت بتقترح. هنا صديق بيقترح عليك نشاط فهو يقول لك ايه؟ الذهاب للاستاد ساتودي. ايه رايك؟ هي دي صح. فو ريفيوزي لا بروبوزيسيون دو فوتر امي. انت ترفض اقتراح صديق. كيسك فو ديت؟ اتقول جي سوي كونتر سيت دي انا ضد هذه الفكره. اما فولونتير بكل اراده او سرور. سي سوبر ابي بليزير. لا هنا ريبوندر ان كيستيون بار وي نو سي. الرد على السؤال باستخدام نعم او لا او بلا. هنا لما يبقى فيه كيستيون بوزيتيف سؤال اثبات سؤال مثبت. تي فا او سينما. هل تذهب الى السينما؟ ده سؤال معناه هل ومثبت. الاجابه عليه بحاجه من الاثنين يا اما وي يا اما ايه نو. هنا بقول ايه؟ هل تذهب الى السينما؟ وي جي في او سينما. يا اما نو جيني في با او سينما. يا اما نو جي في او كليب. طيب لو السؤال منفي معناه هل برضو تيني فا با او سينما؟ الا تذهب الى السينما؟ يبقى الرد عليه حاجه من اتنين يا اما سي يا اما ايه نو. بنجاوب سي عند الرد بالقبول كانها نعم بالظبط. سي جي في او سينما. بلى انا اذهب للايه؟ الى السينما. طب لو هرفض اقول نو جيني في با او سينما. يا اما نو جي في او كليب. يبقى الفرق ما بين الاثنين ان لما يبقى مثبت بوي او نو. اما لو السؤال منفي بيبقى سي او ايه او نو. جيب لي تمرين على الكلام ده بقى. بقول لك اكمل الجمل بوي او نو او سي. رقم واحد ال نانفيت با سي كوبين. ده سؤال معناه هل ومنفي. يبقى الاجابه عليه بسي او ايه نو. يبقى هل هي لا تدعو صديقاتها؟ ال ليزان فيت توجو. لا هي بتدعوها ايه؟ دايما. يبقى ناخد هنا يا جماعه سي يعني بلا. اتنين اوني في با ديسكالاد. واحنا مش هنمارس تسلق الجبل. نقط جي مال اودو. انا عندي الم في الايه؟ الظهر. ده سؤال برضو ايه يا جماعه؟ منفي. يبقى هنا في الحاله دي ياخد ايه؟ نو. ليه؟ لان عنده الم في الظهر اذا مش هيروح. تلاتة او هنا اون فا على منتني. ده سؤال مثبت. مي كوند ولكن متى؟ يبقى الاجابه نعم. يبقى ده قبل. يبقى وي.
أربعة انصر جودي بروشان، هنخرج يوم الخميس اللي جاي، نقط أكيلير في، يبقى نعم في أي ساعة، يبقى برضو إيه يا جماعة وي. خمسة لوكاس فا على بيسين سيل، هل لوكاس ده هيروح البيسين لوحده؟ نقط افيكس زامي، الإجابة لا، ده هو يروح مع أصحابه، يبقى ناخد هنا إيه يا جماعة؟ نو. هنا ستة تيني في با دو سبور، ألا تمارس رياضة؟ نقط جي في دو تنس، يبقى بلا، نعم أنا بمارس الإيه؟ التنس، يبقى باخد سي في حالة الإيه؟ الإجابة بالقبول. سبعة تي نيم با لي سبور اكستريم، ألا تحب الرياضات العنيفة؟ نقط جي بور دو سي سبور، يبقى طبعا ايه انا بخاف من الرياضات دي، يبقى ايه لا، يبقى نو. او هنا اون فا او سينما، نقط جي فو بيان، يبقى الاجابه ايه وي. ليه؟ لان السؤال ده مثبت، يبقى نعم انا اريد. تسعه تيني فو با اللي على باتنوار، الا تريد الذهاب الى ساحه التزلج؟ نقط جي مال على جام، يبقى الاجابه ايه نو. ليه؟ لان رجله بتوجع. عشرة اون بروند ان بارابلوي، احنا ناخد شمسية، نقط ال فا بلوفار، يبقى الإجابة وي، نعم الدنيا هتشتي. 11 تيني جو با افيك نو، انت مش هتلعب معانا؟ نقط جي بريفير لير، انا بفضل اقرا. دون ما شمر في اوضتي، يبقى الإجابة طبعا نو، يبقى هو ايه مش هيلعب، يبقى نو. 12 لي فوتبول اي تانيس بور كولكتيف، كرة القدم هي رياضة جماعية؟ نقط سي تانيس بور كولكتيف، يبقى الإجابة وي، نعم. رقم 13 تيني فو با جوي افيك نو، انت مش عايز تلعب معانا؟ نقط سامي في بليزير، ده شيء يسعدني، يبقى الإجابة سي، يبقى بلا، لأن السؤال منفي يا جماعة ما ننساش. فو ني فيت با دو تنس، ألا تمارس التنس؟ سيتين بون ايدي، دي فكرة جميلة، يبقى برضو ايه سي، بلا، لأن برضو السؤال منفي. تي ام لا لكتير، بتحب القراية؟ نقط سا نو مي دي ريان، ده متهمنيش، يبقى لأ. اللي بعده خمسة اكسبريمي لي اوبليغاسيون، تعبير عن الالزام، عند الزام شخص ما أو إلزام أنفسنا للقيام بعمل شيء ما، نستخدم فيرب ديفوار اللي هو بمعنى يجب زائد المصدر. فيرب ديفوار تصريفه كالآتي، وفعل طبعا مجموعة ثالثة، بحفظه كويس، مع الجي والتي دوا، مع إل وإل وأون دوا، نو دي فون فو دي في، إل وإل إيه دواف. طبعا فيرب ديفوار لازم يأتي بعده مصدر، جي دوا اللي يجب علي الذهاب الانتريمو إلى التدريب دو تنس بتاع التنس. تي دوا متر دي جان، يعني يجب عليك أن ترتدي جوانتي. Vous devez être avec un moniteur، يجب أن يكون معك مدرب خاص. ممكن في طرق تانية بقى للإلزام، الفو زائد مصدر بمعنى يجب، زي الفو فير سي ديفوار، يعني يجب عمل هذه الواجبات. لامبراتي باستخدام صيغة الأمر، في سي ديفوار اعمل هذه الواجبات. فيرب اتر اوبليجي، يعني مضطر، زائد دو زائد المصدر. تي اوبليجي دو فير سي ديفوار، أنت مضطر لعمل هذا الإيه؟ هذه الواجبات. اوبليجي زائد المصدر، يعني يجبر واحد، يلزمه يعني. مومبير ما اوبليجي افير سي ديفوار، والدي اجبرني على عمل هذه الواجبات. عندنا الطريقه كمان الخمسه، فيرب افوار زائد اسم زائد زائد المصدر، تي دي ديفوار، انت عندك واجب افير لازم تعمله. اكتيفيتي كوشوازي سي بقى لا بون ريبونس، ما فامي نقط دي مينا جي ست سومان، ما فامي دي بتساوي طبعا الضمير ايه يا جماعة؟ بالضمير ال، يبقى اخد فيرب ديفوار مع ال، يبقى ناخد ايه رقم بي. الليجون دي بتساوي طبعا ال افيك اس، يبقى فيرب ديفوار ناخد الاخرة اي ان تي، يبقى ليجون دواف ريسبكتي لي بيرسون اجي، الاشخاص اللي هم المسنين. ثلاثة اليتر وزير ساعة ثلاثة، نو فعل ديفوار مع النو، يبقى ناخد ديفون. تولي ماتان جي فيرب ديفوار مع جي، بناخد أخيرة، يبقى جي دوا فير مون لي. رقم خمسة تي فيرب ديفوار مع تي، بناخد برضو الأولى، تي دوا متر توم بلوفر بور سورتير.
ستيفاني طبعا مستوى الضمير ال، يبقى ناخد الاخيره خالص اللي هي دوا بروندا لوبيس. رقم 7 فو، فيرب ديفوار مع الفو اخد رقم سي. لازم احفظ الفيرب كويس يا جماعه عشان اعرف اختار. رقم 8 اون، قلنا اون دي بتساوي الضمير ال، اذا على طول اخد رقم بي، يبقى اون ني دوا با اوبليجي لازم فان ان مونجي، يعني لا يجب علينا ان نجبر الاولاد على الاكل. الفو عندنا الفو بياتي بعدها مصدر، فين المصدر؟ فيرب فير رقم سي، لازم فان بتساوي ال افيك اس فير دو اسبورت. يبقى عندنا هنا فو ما تمشيش، دواف اوبليج اون، يبقى ناخد ايه دواف، دواف فير دو سبورت، يعني يجب عليهم ان يمارسوا ايه رياضه. إيه رقم 11 لو كاراتيه اي تريفيلوند، الكاراتيه ده عنيف جدا، مي جي نقط اوبليجي ولكن اوبليجي دو لو براتيكي، جي سوي اوبليجي انا مضطر انني ايه امارسه. رقم 12 اليا دو لابلي يوجد مطر، النقط بروندر ان بارابلي، يبقى الايه الفو بمعنى يجب. رقم 13 تي نقط ديز اكسرسيس افير، يبقى تي اي تي ولا تي ا؟ طبعا تي ا فيرب افوار، عندك واجبات لازم تعملها وتمارين لازم تعملها. 14 ست في اي، هذه البنت اي نقط دو فير دو لا جيم، يبقى اي اوبليجي مضطره اللي هي رقم بي لان ست في مفرد مؤنث. رقم 15 تي ديفوار جور بار جور، طبعا هنا في تي بامر مع التي، امر مع التي بناخد ايه في اللي هي رقم سي. بنيجي دلوقتي على صفحة التواصل يا جماعة، دي ماندي اي اكسبريمي لي اوبينيون، طلب الرأي والرد عليه. هنا في مجموعة من الأشخاص في الصورة، بقول له فو زيت بور او كونتا ليسكالات، أنت مع ولا ضد تسلق الجبل؟ الإجابة نو، جي تروف ليسكالات تري دانجيروز، لا أنا شايف إن تسلق الجبال ده خطير جدا. رأي تاني بور موا، بالنسبة لي ليسكالات إي موان دانجيروز، هي أقل خطورة كو لو دلتا بلين من الطيران الشراعي. رقم 2 بروبوزي ان اكتيفيتي، اقتراح نشاط، اكسبتي ريبيزي، هنا اون فا او جولف سابودي، احنا رايحين الملعب بتاع الجولف، ايه رايك؟ داكور سيتين بون ايدي، موافق دي فكره جميله، يا اما نو جيني فو با لا اريد. 3 ريبوندر ان كيستيون نيجاتيف، الرد بالقبول او الرفض على سؤال ايه منفي يعني. فو ني فو لي با فينير افيك موا الا مير، وانتو مش هتيجوا معايا الى البحر؟ الاجابه سي بلا، جيم بوكو ناجين، بحب كتير السباحه، نو جي بريفير الي الا مونتاني، انا بفضل الذهاب الى الجبل. رقم 4 التعبير عن الالزام، اكسبريمي لي اوبليغاسيون، مسيو كيسك جي دوا فير بور غانيي لا كورس، يا سيدي ماذا يجب علي ان افعل لكي افوز في السباق؟ قالوا تي دوا بيان تانتريني، يجب ان تتدرب جيدا. في عندي مجموعه من سيتياسيون كلها ردود وكلها محلوله، خلي بالكم، ولكن هي للايه؟ للتمارين فقط. هقراها بسرعه. فوتر امي فودي مانز بلك، بيسالك فوتر اوبينيون عن رايك سيغ لي سبور كستريم اكستريم، عن الرياضات الايه العنيفه كيسكل دي. اقول لك كيسك تي بونس دي سبور اكستريم، كومون تي تروف لي سبور اكستريم، كلي تنافي ايه رايك في الرياضات الخطيره، تي بور انت مع ولا ضد الرياضات الخطيره دي، فودي موندي افوتر امي سون اوبينيون سيغ لو دلتا بلين، انت تسال صديقا عن رايه في الطيران الشراعي كسكيل دي، هو يقول لك ايه؟ بور موا بالنسبه لي هذه الرياضه خطيره، في رايي انها شيقه، موا جي تروف انا اجد دلتا بلين تري موتيفانت، حماسيه جدا. 3 افوتر امي بودي موند كليسبور اكستريم فو زيمي، زميلك بيسألك أي رياضة خطيرة بتحبها؟ كيسكو بودي تقول له لو رافتنج ركوب الزوارق المطاطية دي رياضتي المفضلة، الباراشوت جولين بيان، الملاكمة هوايتي. فو بروزي أبوتر كوبان، تقترح على صديقك لعب كورة في فو معاكم، كيسكو بودي أونجو فوتبول ساتودي نلعب كورة، إيه رأيك؟ تيجو فوتبول أفيك موا تلعب معايا، تي أ إن في دو جوي فوتبول، هل لك رغبة تلعب فيها كورة؟ 5 فوز اكسبتي لا بروبوزيسيون، انت تقترح، انت تقبل اقتراح صديق، هتقول ايه؟ وي سي سوبر شيء رائع، داكور موافق، وي سيتين بون ايدي فكره جميله، نعم انا اريد. رقم 6 فون اكسبتي با لا بروبوزيسيون، انت لا تقبل اقتراح صديق، هتقول ايه بقى حضرتك؟ نو
ça ne me dit rien, لا لا يهمني, je suis contre cette idée, انا ضد الفكره دي, لا لا استطيع. Vous incitez, تذكر لاصدقائك, à faire de, او انت تحس اصدقائك على ممارسه الرياضه. Qu'est-ce que vous dites? Le sport est utile pour la santé, الرياضه مفيده للصحه. Vous devez faire, يجب عليكم ممارسه الرياضه, pour être informed. Faire du sport, c'est bien pour la santé. Vous êtes obligé d'y aller, انت مضطر الذهاب الى الجيمناز. Qu'est-ce que vous dites? On doit aller au gymnase, يجب علينا الذهاب الى الجيمناز, صالة الالعاب. Je suis obligé d'aller au gymnase, انا مضطر للذهاب الى الجيمناز. Il faut aller au gymnase. مجموعة من الايميلات محلولة, ونخلي بالنا بيجي لي ايميلين, تجيب لي يجي لي سؤالين اتنين في الايميل يا جماعة, وعايز اجابتين. سالي بنزلها لسبورت اكستريم سون موتيفانت, حماسية. كل سبورت اكستريم تو بريفير, اي رياضة خطيرة انت بتفضل؟ اجابة جادور لسكالاد, اعشق تسلق الجبل. اوتيلو براتيك, اين تمارسه؟ جي لا براتيك على مونتاني, انا امارس هذه الرياضة فين؟ في الجبل. تشاو سالي زي ما هي, جي نيم با لسبورت اكستريم, لا احب الرياضات العنيفة. تيبور او كونتر لسبورت اكستريم, انت مع ولا ضد؟ اجابة جي سوي كونتر لسبورت اكستريم. طب ليه؟ parce qu'ils sont dangereux et violents, لأنها خطيرة وعنيفة. Au revoir. الإيميل الثالث صالي. Les sports classiques sont variés. الرياضات الكلاسيكية متنوعة. Que les sports classiques tu fais. أي رياضة كلاسيكية تمارسها؟ J'ai fait de la natation. أمارس السباحة. Que les sports collectifs tu détestes. الرياضة الجماعية اللي بتكرهها؟ Je déteste le rugby. A plus. Sujet الموضوع, vous écrivez un mail à votre ami, انت بتكتب ايميل لصاحبك, sur votre sport extreme préféré, عن رياضتك الخطيرة اللي انت بتفضلها, اتكلم على كاركترستيك خصائصها والمعدات. فانت بتقول les sports extreme sont motivants, الرياضات العنيفة دي مشوقة محفزة يعني. جي براتيك الاسكالاد, امارس التسلق بتاع الجبل. سيتان سبورت دانجوري, دي طبعا رياضة خطيرة. Mais j'ai vu changer un bout, ولكن عايز اتغير شوية. الفو انكورد, يلزم حبل. اون دوا اتر, يجب ان نكون افيك ان مونيتور سبيسياليزي, مع مدرب متخصص بور لا براتيكاشن فيريس, هذه الرياضه. الموضوع الثاني, فوز انفيتي دي, فوز انفونتي دي سلوغان بور انسيتي اي انكوراجي فو كامارات افير دو سبورت, انت بتخترع شعارات علشان تقولها وتشجع زمايلك لممارسة الايه؟ الرياضة. اقول سبورت ايجال سانتي, الرياضة تساوي, كلمة ايجال هنا يا جماعة تساوي, سو الصحة. لسبورت بورتوس, الرياضة للجميع. بوجي بور ميو فيفر, التحرك من اجل حياة احسن. اسبري سين دون زان كورب سين, يعني العقل السليم في الجسم السليم. اينير دو سبور, ساعة رياضة بار جور في اليوم, بور فو من أجلكم. بنيجي بعد كده أو نكتفي بهذا القدر أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي. كده انتهينا من حل الإيه أو شرح الدرس رقم 3 من الوحدة الأولى, وأتمنى أن احنا نكون استفدنا من هذا الفيديو. ما ننساش طبعا اشتراك والقناة ودعمها بلايك وشير حتى تستمر, وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.